تقریب کا باقاعدہ آغاز کلام الہی سے ہوا چاہتا ہے تو میں سو جناب حافظ اطہر مسعود صاحب جو پاک وطن سے تشریف لائیں جناب حافظ اطہر مسعود صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين.